السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على محمد صلاح، وين يوجه رسالة رائعة لرياض محرز بعد الكأس أمم إفريقيا. هذه خاصة صبعة لهذا اللي كانوا يطبلوا لمحمد صلاح، ونوجه رسالة رائعة رياض محرز بعد ما رياض محرز قدم مستوى راقي ورفيع جدا، مستوى كبير تاع كبار في بطولة إفريقية، باعتراف من مدربين كبار على رأسهم فانجر. وين قال لهم رياض محرز اللعب اللي يلعبوا يدقدقك من الداخل، قال لك لاعب ذكي جدا، يطلع المستوى، يهود المستوى، يطلع الريتم، يهود الريتم، يطلع يهرسك، يهرس لك الريتم تاعك. ناس اللي ما شو ناس كيفاش شو يسلك لعاب كيفاش يلعب. رياض محرز وين كان قائد حقيقي فوق الميدان ومع المدرب، كان قائد حقيقي. الهدف اللي مركاه كونت نيجيريا سوف يحفظ للأجيال. بكري كنا نبكو، بكري امنونا بالله لا كنا نبكو، كنت نبكي نقول احنا لما نمركوش في الطومور، احنا لما كنا صغار نقولوا كيف هذو يمركو في الطومور، هذو كيف هل بكتو اللي تشوفها هكا صحة في الثواني الأخيرة. اي مش راني ناسيها يا جماعة، في 94 و 29 ثانية مركينا بول، ما غاديش ننساها انا يا لبك، ما غاديش ننساها. عاقل على المتعبي تاع خويا، وعاقل على افراح لاني لي دات تاع الافراح تاع الجزائر، وعاقل على 2017 لو 20 مارس من العصابه حطت ليس من اجل تحطيم الجزائر، وعاقل على البول تاع محرز. هذو اللي عاقل عليهم انا في حياتي كامله هذه، وعاقل خاصة تاع العصابة مي حطت لصوص من أجل سرقة الأموال الشعب الجزائري في كرة القدم، وين راحوا كملوا كلش راحوا لكرة القدم. حنا المهم صلاح يوجه رسالة رائعة لرياض محرز بعد الكأس أمم إفريقيا، بعد ما رياض محرز قدم مستوى راقي جدا، كما نقولوا احنا قائد حقيقي فوق الميدان وخارج الميدان في الغرف الملابس. وين شنا كيفاش تكلم المصري ولعاب نادي ليفربول محمد صلاح عن المقارنة بينه وبين النجم مانشستر سيتي والنجم المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز. كما قال صلاح في تصريحاته اليوم لموقع ليفربول نيوز بعد عودته الى التدريبات لليفربول، وين قال تكلم قالها وين قال لهم اقولها واكررها، لا توجد هناك اي عداوة بيني وبين رياض محرز، وهذه كما يقول لك شهادة من عند خو محرز ومن عند عم رياض محرز. وين قال لي والله، قال لي والله يا أحمد، قال لي والله العظيم لا يوميا يعيط له، قال لي هذه خوه، قال لي مشي، قال لي نكون عند خويا، قال لي يوميا يعيط له صالح، يوميا في الليل يعيط له، ولا مركا بنت محرز مركا، ولا لعب مقابل شابة يعيط له، ولا محرز يعيط الآخر. قال لي حنا شكون اللي دار هذا الكلاسيكو؟ شكون اللي دار كلاسيكو ما بين محرز؟ قناة الهداف هي اللي دارت كلاسيكو، وهذا كمال مهوي، هما اللي داروا كلاسيكو ما بين رياض محرز وراخر، ولو سي بورتو هما لا يكرهوا أي واحد جزائري. هذه القناة، هذه القنوات دارتهم العصابة باش يشوهوا الصورة تاع الجزائر والجزائريين. باك تعقلوا كيفاش كانوا النهار ولا الهداف يوروا المشاكل في ديستان، يوروا يموتوا على الصوالح، يموتوا، ما كانوا متمنيين الموتى، يصوروا هكا الموتى، الناس موتى وكلش باش يشوهوا الصوره. ما كانوش قابلين
هما مي قالوا صايك الجزائر كانوا باغيين يعزلونا على العالم، هذا العصابة بغاو يعزلونا على العالم. سمعوا مي قال باللي صايك، قالوا صايك صايك صايك، خرج رياض محرز، رياض محرز منا شادروا طيح عليه، هرسه معنويا، هرسه هرس هرس هرس. رياض يا ينعقل اكسيس هذاك، قال لهم هاك، قال لهم انا بس تعرف بيه ماركي ثلاثه، لا انت اقول لك انتم ما بغيتو. رياض قال لهم لازم كل ماتش يماركي ثلاثه بنود باش نقولوا بلي رياض محرز لعاب كبير. حنايا غير نقول لكم برك، اسمحوا لنا دقيقه. لا قالوا لازم يماركي ثلاثه، يماركي تروا بيت، تروا بيت باش يماركيهم. حنا انا بانت ليا، بانت لي قلع من انجليزي يدخل على يماركي ثلاثه في انجليزي، ويماركي ثلاثه في افغانستان، باكستان، العراق، اليمن، سوريا، من حتى يوصل عندك هنا يزيد يماركي ثلاثه. ايا ولد لك هاك اكسس، راني كاع ماركي ثلاثه، انا لاعب كبير ولا صغير، والله العظيم هكا. انا بغيت كيما كيقول لك هاك، فين تستعرب به كيما نهار اللي كذبت. انا عاقل والله العظيم، امنونا فاميلته، فاميلته ماشي فاميلته، عمه، عمه خوه، ولاد عمه. في ديك الليله نهضر معاهم، قلت لهم ارسلت لهم فيديو، قلت لهم ودي اكسس راه قال باللي محرز مشى نجم يلعب، ومحرز راه مدقدق، ومحرز على بالك باللي ما يامن. سبحان الله، كون ما كانش فيديو باقي ما يامنونيش، كون ما كانش فيديو ما يامنوكش. ارسلت له بالبايب، ديته من الاخرى، ديته من اليوتيوب، ورسلته لهم في الفايبر. هالي قلت له الميسنجر، هالي شوف ها شهدر ابك ما ابا قالوا لي باللي يقولوا بالله فمو من عند انا عقل. درت فيديو قلت لهم من عائلة رياض محرز، قال لكم بلعوا فامكم ما تحضروش. هنا هادو هنايا داروا ذاك المقارنة تاع رياض محرز مع صالح، هادو هنايا نهار اللي رياض وين تبدات هذه المقارنة 2016. صالح كان يلعب، وقيلا كان يلعب وقيلا في تاع لاسويس، هيا وجابوه، جابوا اوبانيو لقطو لقطو، لقط من لقط من لقط من عين عقل. زادوا سليماني، زادوا فرحات، قالك على فرحات من داروهم دو. ربح رياض محرز هذاك باش يخدم، قال لهم انا ما نلومش، ما نلومش اللعابه، نلوم لي فوطاو على رياض محرز. هي كو جاو يحشموا هادو هنا، هادو هنا، هادو 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 اللي يديروا تاع بالون دور، اللي يديروها مسابقه تاع بالون دور، كو جاو يحشموا على بالك رياض محرز من 2016 هو يدي فيها، هو يدي فيها، تيقول لهم صايب بزاف راهم عندي صايب، قسموهم على جهه واحده اخرى. كو جاو يحشموا هادو هادو هنا، بصح هما يمدوها حقد، يمدوها عنصريه، جهويه، كل شيء، كل شيء. ايش يكون على بالكم برك؟ على ذيك حنا اليوم وين محمد صلاح تكلم النجم المصري واللاعب نادي ليفربول محمد صلاح عن المقارنه بينه وبين نجم مانشستر سيتي ونجم المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز، كما قال صلاح في تصريحاته اليوم لموقع ليفربول نيوز بعد عودته الى التدريبات تاع ليفربول، وين قال لهم نقولها ونعاودها، لا توجد هناك اي عداوه بيني وبين رياض محرز. واضاف محرز لعاب كبير يلعب في فريق كبير، وانا لا اعتبره منافس او عدو لي، بل نحن نتنافس في كرة القدم وفقط. شو كيفاش على بالك هذه وصلوها الناس اللي كانوا يديروا المنافسة ويديروا المقارنة وكل كيما نهار، والله ما ننساها، نهار اللي كيسموا هذاك كويسي قال لهم، قالوا له زعماك عطينا شكون من هو الأحسن، محمد شيخي قالوا من هو الأحسن، هذاك اللفعة، هذاك اللفعة، اللفعة تاع اي تسموا بعد ديك اللفعة تاع الحجرة، ديك الصغيرة، واحد اللفعة تجي غير صغيرة ويجوا عندها قرون، لفعة غير صغيرة ويجوا عندها قرون. هذاك هو محمد الشيخي، عنده اللفعة، هو لفعة وعندها قرون، لفعة تاع ولاد ماضي يسموها، لفعة ماضي عندها قرون، تجي عندها قرون. هذاك قالوا بلي أعطينا المقارنة بين صلاح ومحمد ورياض محرز، قالوا بكل أمانة وبكل روح رياضية صلاح أحسن. أي الغدوة إن شاء الله صلاح ذاك السانك راهم يحوسوا عليها، زوت 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 تاع الشامبيونات، الناس اعلام كاع يهضر عليه، زاد جابوا ذاك سعدي دالماك، علاه هو فرنسا عيطت له،
ودي والله اصبر غير عام ونص، كان تعيط له انجليز تعيط له اي فريق يروح له، بصح هو بغى الجزائر، هو ولد الجزائر احسن منكم انتوما، خاص قالها لكم بوقرة، قال لهم نعيش العنصريه في فرنسا، لما ناتي الى بلادنا صرنا ناس ماشي جزائريين كاع، قال لهم صرنا بعض الناس يكرهونا اكثر من لي فرونسي ويحاربوا على فرنسا اكثر من لي فرونسي. تحيا الجزائر، وما نزيدوش ونديروا نقطه خاطر على الا نقعد نهدر يخلونا برك.